النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن للمنافقين علامات، ومن أوضح وأبين هذه العلامات إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خير من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم من وبال معصيته. هنالك بعض الأعمال التي يقع بها الإنسان يدمر بها آخرته ويحبط عمله ويسخط ربه ويكتب على نفسه العذاب في الدنيا والآخرة وهو لا يشعر. قد يكون ممن يصلي ويقوم الليل ويصوم النهار ويتقرب إلى الله بالقربات، ولكن كل هذه الأعمال لها آثار في حياة الإنسان. من هذه الآثار أن لا تكون منافقا، وأن تجتنب أذى الناس، وأن لا تنتقم من الناس بالباطل. إذا اختلفت قد تقع خصومة بيني وبين صديقي، قد تقع خصومة بين الإنسان وبين زوجته، بين الأخ وأخيه. مهما تعاظم الخصام لا ينبغي للإنسان أن يتعدى حد المشكلة التي وقعت. يعني اليوم إنسان سارق مثلا، إنسان ظلمك في مال، أن تأتي وتقول عنه أنه إنسان سيء ويشرب الخمر ويزني وتضع فيه كل الموبقات، هذا لا يجوز. حتى ولو كان فرعون نفسه، لماذا تقول عنه مثلا أنه يرتكب الموبقات، مثلا أنه يمارس اللواط، مثلا لا يجوز هذا الكلام. القرآن حدثنا أن فرعون كان دمويا وقاتلا، نقف عند هذا الحد. أما اليوم في موضة جديدة عند الناس حتى بين الأزواج، بمجرد وقوع الخصام يفجر الإنسان، يعني يتجاوز حد المظلمة التي وقع فيها ويدخل معها ألف تهمة، وهذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم عن علامات المنافقين: إذا خاصم فجر. أيها الإخوة، تقدموا إلى الأمام قليلا وأفسحوا يفسح الله لكم. والله عز وجل يقول أيضا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني لا يكون عندك خصال إجرامية في تجاوز الحد أثناء الخصومة، ولو كنت كارها لذلك الرجل، ولو كانت المرأة ظالمة لزوجها مثلا، لا تقل عنها ما ليس فيها. لذلك من هذا الباب أريد أن أتحدث عن قضية بعينها بسبب الوقت القصير الذي عندنا في هذه الجمعة. اليوم الخلافات الزوجية أمر طبيعي جدا، واقع. الطلاق أحيانا أيها الإخوة هو نعمة من الله عز وجل. إذا صارت الحياة الزوجية هلاكا وخرابا وحزنا وهما في البيت بشكل دائم، هذا يدل على عدم التوافق بين الرجل والمرأة، وهذه حالة طبيعية. الزبير ابن العوام رضي الله عنه حوار النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجته أسماء بنت أبو بكر رضي الله عنه آخر حياتهم تطلقوا، صار في انفصال، حالة طبيعية. الحالة الغير طبيعية ممارسة الانتقام الممنهج بشكل ظالم. مثلا اليوم لو وقع طلاق بين ابنتك وزوجها مثلا، الحق الشرعي هنا لها حقوق وعليه حقوق، تأدي حقوق وانفصال بالمعروف. والله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. الذي يحدث اليوم مثلا أصبحت منتشرة، للأسف بعض الأهالي يعينون بناتهم على هذه الخصلة. ما هي؟
حرمان الأب من رؤية الأولاد، أو رفع دعوة باطلة يفعلونها ظلما وعدوانا لأن لها خدمات اجتماعية ولها انفاقات حكومية هنا، وهي دعوة الاغتصاب، فيكون هنالك مشروع طلاق وخلاف يحل بالانفصال بالتي هي أحسن، ويحل بالاتفاق على نفقة الأب على الأولاد وتربية الأم للأولاد. فإذا بنا نرى أن القضية قد تطورت وتضخمت وصار في دعوة على الأب أنه يضرب الأولاد ويظلم الأولاد، مما تسببت بعض الأمهات بحرمان آبائهم من رؤية أبنائهم لسنين طويلة. بالله عليكم، من يفعل هذا الكلام؟ هل يظن أنه يتقرب إلى الله بالعبادات؟ هل يظن أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه الصدقات؟ هل يظن أن الله عز وجل يقربه إذا ترك طعامه وشرابه لله عز وجل؟ هذه العبادات في الأصل أنها تعطي للإنسان حالة رفيعة من تقوى الله عز وجل ومن مراقبة الله ومن العفو ومن الصفح، على أقل تقدير الالتزام بالحق. فإذا أعطت مفعولا معاكسا دل ذلك على بطلانها ممن قدمها. الله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ اسمعوا باقي الآية: وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لذلك لا تفرح أو لا تفرحي بسلاح باطل عاجل مكنت منه في هذا الحين، فوالله إن الضريبة قاسية وإن عقوبة الله تعالى قريبة وشديدة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لذلك أيها الآباء، أيها الإخوة، أيها الأخوات، أيها الأمهات، لا تكونوا عونا للنساء على تقطيع الأرحام. وقع الطلاق خلاص قضي الأمر، ترى المرأة حياتها ويرى الرجل حياته، وعسى الله أن يبدلهم خيرا، ولكن أن يؤدي هذا الخلاف الطبيعي إلى تقطيع الأرحام والدعاوي الباطلة وإنفاق الأموال في المحاكم وشهود الزور، والله فإن هذا طريق مؤد إلى عذاب الله في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. عباد الله، أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم أجمعه من إنسه وجنه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا واعف عنا وارحمنا واسترنا واهدنا وارفعنا وانفعنا وارزقنا ويسر أمورنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، أغثنا غوثا ظاهرا وباطنا. اللهم نسألك العافية التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا مولانا شفاء تاما وسلاما وأمانا تنزله علينا برحمتك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اجعل رزقنا سهلا يسيرا ولا تجعله صعبا عسيرا. اللهم أغننا من فضلك يا رب العالمين، وارحمنا برحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك يا الله. اللهم اجعلنا ممن أعززتهم ورفعتهم في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين. أجب دعاءنا يا رجاءنا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله من الجمعة القادمة الخطبة باللغة العربية ستكون 1:50 دقيقة، الثانية إلا 10 دقائق.
الخطبة العربية من الأسبوع القادم ستكون 1:50، والخطبة باللغة الكردية اللغة الإنجليزية تبدأ 1:00. الأمر الثاني، 1:00 في خطبة ثانية، فأرجو من الجميع بمجرد الانتهاء من الصلاة الخروج إلى خارج المسجد مباشرة، لا سيما الذين يضعون سياراتهم، أرجو الخروج مباشرة ويستطيعون أن يصلوا السنة في بيوتهم.